مساء الخير مشاهديني، النهاردة معاكو دكتورة رانيا السيد عبد العليم، استشاري ومدرس العلاج الطبيعي في القصر العيني. أول حاجة عايزة أقول لكم كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة عليكم إن شاء الله سنة 2019. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وموضوع يعني بصراحة ناس كتيرة طلبته مني إن أنا أتكلم فيه تاني عشان نعمل نوع من أنواع التوعية. هنتكلم عن موضوع التشنج المهبلي وصعوبة العلاقة الزوجية وإزاي ده بيأثر على العلاقة الزوجية. موضوع التشنج المهبلي ده للأسف بقى موضوع منتشر جدا، يعني مشكلة مرضية منتشرة جدا. في ناس كتير مش عارفة توصل يا عيني لحلول، لدرجة ممكن توصل البيوت للانهيار يعني وللطلاق. ان شاء الله احنا هنقدم لكم الحل في الحلقة بتاعتنا دي. يا ريت كل المشاهدين بقى يركزوا معانا كده، وان شاء الله نتمنى لكم سنة سعيدة كده والاستقرار يعم ايه كل البيوت بتاعتنا ان شاء الله. يعني ايه تشنج مهبلي؟ ده بيبقى عبارة عن تشنج عضلي. يعني ايه تشنج عضلي؟ تقلص شديد في العضلات بتاعة المهبل وبتاعة حاجة اسمها البلفيك فلور ماسل، اللي هي العضلات بتاعة قاع الحوض. تمام، يبقى هو تشنج في عضلات المهبل وتشنج في عضلات الحوض، طيب، او عضلات قاع الحوض، وكمان العضلات الضمة بتاعة الحوض. فده بيعمل ايه؟ بيمنع انه يحصل علاقة. في المحاولات بتاعة الزوج ان يحصل علاقة زوجية بيستحيل، مش بيبقى في حالات، بيبقى مش بس صعوبة العلاقة الزوجية، لا بيستحيل اصلا عمل علاقة زوجية. الحوض مقفول، عضلات الرجل مقفولة من فوق، عضلات الحوض مقفولة معاه، متشنجة جدا، رجليها بتترعش في بعض الاحيان، استحالة يحصل عملية الجماع أو عملية الإيليج أبدا، لأن عضلات الحوض وعضلة المهبل، العضلة الأساسية اللي هي اسمها البيبوكوكسجياس مثلا الاسم العلمي بتاع العضلة، العضلة دي فيها تشنج عضلي، الطريق مقفول، فهيحصل دخول إزاي؟ طبعا كتر المحاولات بيودينا للأسف لطريق مسدود، إن الحالة النفسية بتاعتها وبتاعته بتسوء جدا، والأمور بتبقى يعني أشد تعقيدا. تمام، بينهم وبين بعض، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل دلوقتي. طيب ايه هي انواع التشنج المهبلي؟ التشنج المهبلي في منه نوعين، نوع اسمه برايمري يعني اساسي. يعني ايه برايمري؟ يعني هي عندها تشنج مهبلي من دي وان، من اول يوم جواز ما حصلش علاقه ومش هيحصل علاقه، لان العضله زي ما قلنا فيها سيفير سبازم، تقلص شديد او تشنج عضلي شديد من شده التقلص. احنا الاسم العلمي بتاعه فاجينيزمس، اي التشنج المهبلي، ما قالش التقلص المهبلي. تمام، البرايمري ده بيبقى موجود من الاساس عندها، ممكن يكون لاسباب عضويه، عندها تقلص في العضلات. ما هو عضله المهبل يا جماعه وعضله الحوض، الناس بس هي مش قادره تفسر، ما هي دي عضله زي اي، زي ما تصحي رقبتك وجعاكي، عضله حصل فيها تقلص، فعادي جدا انه يحصل فيها تقلص ويبقى شديد، لانه هي كمان ما بيتمش اكتشاف المشكله دي غير ساعه الجواز، لان العضله بتاعت المهبل ملهاش استخدام تاني، فساعه ما بيحصلش اكتشاف للمشكلة غير بعد ما البنت بتتجوز. تمام، ده النوع البرايمري اللي هو بيبقى موجود من الأساس. في نوع تاني اسمه سكندري، يعني يقول أنا حصلت أول يوم علاقة وبعد كده ما حصلش تاني. وفي ناس بيبقوا متجوزين مثلا بقالهم سنين وبعد كده يحصل تشنج مهبلي، ده ممكن يكون بسبب مثلا عمليات الولادة، وخصوصا الولادة الطبيعية، والخياطة في المكان ده تعمل لها ألم فظيع، فيبدأ العضلات بتاعتها مع الوقت، مع الإحساس بالألم، مع الإحساس بالخوف، تبدأ العضلات بتاعتها يحصل تشنج. يبقى إذا التشنج المهبلي احتمال، يعني زي موارد حدوثه في اول الزواج، ممكن يحصل في اي مرحله من مراحل الجواز بعد العمليات اللي بتبقى برضو في المهبل، كل الحاجات دي ممكن تسبب مشكله التشنج المهبلي. طيب هنبدا نشرح ايه هي اسبابه، يعني طب هو ده بيجي من ايه يا دكتوره؟ التشنج المهبلي من اسبابه ممكن على فكره يكون سببه يكون عضوي، يعني عندها زي ما شرحنا في الاول تقلص في العضلات، سبب عضوي، عضلاتها فيها كسر وفيها تقلص، فده اللي عامل لنا المشكله.
ممكن يكون نفسي سمعت حكايات كتير، خافت قوي في أول الجواز، طريقة التخويف الأسرة لأولادها من العلاقة الحميمية، أو مش هنقول العلاقة الحميمية، هم بيقعدوا يخوفوهم من العلاقة الجنسية، فيبدأ الموضوع يأثر ويعمل عندها حاجز نفسي. ساعات الطريقة دي لا، احنا بنعلم، المفروض ان احنا بنعلمهم انه العلاقة الحميمية وعلاقة الزواج دي علاقة، يعني العلاقة دي، العلاقة الحميمية دي علاقة كويسة وعلاقة ممتعة وعلاقة حلوة، بس احنا عندنا قيود شرعية وقيود دينية بتخلينا ان احنا نلتزم بيها، وانه ده ما يحصلش غير ايه لما نتجوز، لكن ما نعقدش الناس لدرجة ان الموضوع ده يعمل لهم بارير بعد كده في حياتهم، حاجز نفسي يبقى في حياتها. تمام، ده اللي احنا ايه هنشرحه دلوقتي، ازاي نتعامل مع المشكلة دي. يبقى هي دي الاسباب، ما بين ان هي اسباب عضوية اصلا او اسباب نفسية. طيب، وزي ما شرحنا طبعا في النوع السكندري انه ممكن يكون عمليات، حاجات زي كده، تم فض غشاء البكاره بالقوه بطريقه، يعني بطريقه يعني مش كويسه، كل الحاجات دي ممكن تؤدي لتشنج مهبلي. طيب، خليني أشرح معاكم إيه هي المشاكل اللي بيتعرض لها الزوجين. يعني عايزين نقول نقطة مهمة على فكرة كمان، مش بس الزوجة اللي بيبقى عندها مشكلة، الزوج كمان بيبقى مسكين في الموضوع ده وعنده مشكلة مع الوقت، لأنه العلاقة الحميمية بتبقى مع الاتنين مش بتبقى مع طرف واحد، فالاتنين بيبقى عندهم مشكلة. تمام، وعلى فكرة الأمر بيؤثر على الطرفين مش على طرف واحد. طيب، خلينا نقول هما الاتنين طبعا احتمال يعانوا من نقص أو فقدان للرغبة الجنسية، يعني يحسوا إن الرغبة بتاعتهم قلت، ما بقتش زي قبل الجواز، أو يعني خلاص مش عايز الموضوع ده، وهي نفس القصة مش عايزة الموضوع ده، فيبدأ يبقى فيه ايه، يعني مشكلة في ان الرغبة الجنسية نفسها قلت عندهم في الأسرة. طبعا عدم، من تاني حاجة ممكن تحصل، عدم استقرار العلاقة الحميمية بين الزوجين، هي دي حاجة ربنا محللها انه هي تهدي العلاقة اللي بين الزوجين وتقرب ما بينهم، ده بيؤدي لمشاكل في العلاقة الزوجية نفسها، جو البيت متوتر، بيتخانقوا، في عصبية، في نرفزة، فالدنيا تبقى مقلوبة. انا ليه بضيف المعلومة بتاعت العلاقة الأسرية بينهم نفسها بتتلخبط؟ عشان في ناس بيبقوا فاكرين احنا مش هننفع مع بعض، لا انتوا هتنفعوا مع بعض، بس هي المشكلة دي مؤثرة على بقية الجوانب، انتوا مش في حالتكم الطبيعية، انتوا الاتنين مش في حالتكم، مش حاسس، انت مش حاسس ان انت مستريح وهي مش حاسة ان هي مستريحة، ومش حاسة ان هي يعني قامت بدورها كزوجة معاك، وانت مش حاسس انك عملت العلاقة وعايش طبيعي زي بقية الناس، فطبعا ده هيبقى مؤثر عليكم انتوا الاتنين. فان شاء الله بعد ما بتتحل المشكله دي، عشان كده انا بقول الكلام ده، ان شاء الله العلاقه بينكم تستقر وتبقى كويسه جدا. المشاكل طبعا اللي بيتعرض ليها الزوج، وخلينا نشرحها لان دي ساعات بتبقى سبب ان هي تدخلهم في دوامه. ايه هي الدوامه اللي ممكن يدخلوا فيها الزوجين؟ طبعا هو بيبقى فيه تشنج مهبلي، وهي طبعا بعد ما حصل اول محاوله وتاني محاوله هي بدات تخاف وبدات تمنعه وبدات تزق بايديها وبدات تقفل رجليها وبدات خلاص مفيش علاقه، فده بيعمل حاجه اسمها توتر، توتر نفسي في العلاقه الزوجيه، فده ممكن يخلي الزوج في بعض الاحيان يفقد انتصابه اثناء العلاقه، فيبداوا ايه ده الزوج بيفقد انتصابه، يبقى في مشكله في الانتصاب. لا، هو طالما حصل انتصاب من الاول يبقى ان شاء الله خلاص ما فيش مشكله، انت بتفقد انتصابك نتيجه الزق والشد والتوتر اللي حاصل، يبقى هنا احنا ما بنتكلمش في مشكله ضعف جنسي عند الزوج، لا، هي مشكله التشنج المهبلي هي اللي ادت مع التوتر اللي حاصل في العلاقه وعدم استقرار العلاقه انه يخلي الزوج يفقد انتصابه أثناء العلاقة. دي من المشاكل اللي ممكن يتعرض كمان ليها الزوج اللي زوجته بتعاني من التشنج المهبلي. في بعض الأحيان برضو ممكن يحصل معانا حاجة اسمها
سرعة قصف. يعني ايه سرعة قصف؟ يحصل قصف سريع بسبب ايه؟ ان هو الراجل يكون في حالة اثارة عالية مع توتر شديد، فيلاقي نفسه بيحصل سرعة قصف، فهو يعني يدخل في سكة بقى ان هو مش نورمال وانه مش طبيعي، ويفضلوا بقى في تراك ولف عند تخصصات مش هي دي اللي هتحل المشكلة. وفي الاخر ما بيوصلوش لحاجة وبيكونوا ضيعوا وقت. ده في ناس بتجيلي بعد ما يكونوا مش في اول الجواز، ده بيجولي بعد ما يكونوا يعني بقالهم سنين في التراك الكبير ده. تمام. يبقى دي كل المشاكل اللي ممكن يتعرض ليها الزوجين اللي عندهم، اللي في زوجة ساعتها عندها مشكلة التشنج المهبلي. في مشكلة بقى كبيرة جدا لازم نتكلم عليها واحنا بنشرح يعني ايه تشنج مهبلي: صعوبة التشخيص وإيجاد العلاج المناسب. بمعنى ايه؟ نروح لمين؟ طب نتصرف ازاي؟ طب احنا مش عارفين مين بيعالج المشكلة دي، ما هو ده تشنج عضلات، فاهمني؟ فيعني يبقوا مش عارفين حتى يتوجهوا لمين، يروحوا لدكتور مين، مين اللي هيعالج لنا المشكلة دي. تمام. ف تبدأ معانا المشكلة دي تتفاقم انه وتضيع يعني وقت، وتحطهم هما الاتنين تحت ستريس نفسي مش طبيعي. في بعض الأوقات لو اتدخل الأهل في الموضوع المشاكل تكبر. يعني ما هو خلاص بقى، يعني ما هو مفيش علاقة زوجية وبالتالي مفيش أولاد وكل حاجة بقى واقفة. فطبعا المشكله ان هما بيبداوا يتوجهوا اول حاجه يعني بتيجي في بالهم ان هما يروحوا للتخصص مثلا دكتور امراض النساء، او الدكاتره اللي هما بتوع السكسولوجي اللي هما بيعالجوا الامراض الجنسيه. هو ده مش مرض جنسي او مشكله جنسيه، ده مشكله في التشنج في العضلات. فيروح لدكتور امراض النساء او لطبيب امراض النساء يقول له، هو عنده حق بصراحة، هو بص على الجهاز التناسلي للمرأة لقى سليم. فتنهال الاتهامات على المرأة في الوقت ده يعني، أو على الزوجة، إنها بتتدلع. أنتي بتتدلعي، أنتي ما عندكيش حاجة، الدكتورة قالت أو الدكتور قال ما عندكيش حاجة. هي فعلا من ناحية النساء هي ما عندهاش حاجة، الجهاز التناسلي بتاعها سليم. طيب طبعا هي ساعتها طبعا هي بيجدوا صعوبة ان هم يعملوا سونار مهبلي، وانه يعملوا وان هم بس بيقولك ان هي ايه، لا دي خايفة، لا دي بتتدلع، لا دي مش عارفة ايه. فيؤدي التشخيص الغلط لتفاقم المشكلة اكتر بين الزوجين، ونسبب لهم في مشاكل اكبر بينهم وبين بعض. يعني هو شايفها كمان يعني فوق المشاكل النفسية اللي هي بتمر بيها، واللي هو يعني بيمر بيها كمان بتتدلع. لا هي مش بتتدلع طبعا، هي عندها مشكلة، ومشكلة كبيرة، وهي مش بإيديها، العضلة فيها تقلص، الطريق مقفول، فاستحالة هيحصل علاقة. تمام. فطبعا ده اول طريق يمشوا فيه غلط، ان هم يروحوا زي ما قلنا الدكتور سكسولوجي يدي نصايح، يدي تمارين. التمارين مش هتفيد خالص في حالات التشنج المهبلي، يقول لهم اعملوا تمارين. التمارين اصلا بتعمل عباره عن انقباض وريلاكسيشن في العضلات. احنا مش عايزين نعمل انقباض في العضلات، احنا عايزين نريلاكس. عكس بقى، احنا مش عضله ضعيفه وبنقويها، لا دي عضله متقلصه واحنا بنعمل لها ريلاكسيشن. فده للاسف بيبقى برضو ايه، بيبقى تخصص بعيد، حتى تخصص الامراض الجنسيه، الناس المتخصصه في الامراض ده مش تخصصهم برضو. فالعيان يعني بيقع في التراك او في المشكله بتاعت ان هو يخرجوا، المشكله ما اتحلتش. الا طبعا في بعض الاحيان في ناس بتبقى عارفه مين متخصص في علاج المشكله، اللي هو عندنا زي عندنا في المركز بتاعنا او في العياده بتاعتنا في تخصص، فناس توجه العيان. وفي ناس بيبقى ما عندهمش الخلفيه دي، فمن وجهه نظرهم الطبيه برضو انه الجهاز التنسيق سليم يبقى هي ما عندهاش حاجه. لا هي عندها حاجه بقى في تخصص تاني اسمها تشنج مهبلي عضلي. ده تشنج يمنع حدوث علاقه زوجيه، يخلي العلاقه الزوجيه دي تبقى مستحيلة انها تحصل. تمام. يبقى صعوبة التشخيص دي من المشاكل الكبيرة اللي بتقابل المرضى دول او الكابلز دول. انا مش بسميها مرض اكتر من انها يعني مشكلة مش عارفين يعالجوها فين. هو مرض بسيط جدا، مش مرض عويص ولا حاجة، وعلاجه بسيط. بس المشكلة ان احنا نروح لمين ومين يعالجنا ونيجي لمين، يعني دي المشكلة.
وسكك بقى بيمشوا فيها. طبعا غير الدكاتره يقولوا لي احنا رحنا للشيوخ، احنا افتكرنا مش عارفه ايه، يعني يا عيني الناس اللي بيبقى عندهم المشكله دي حياتهم بتبقى مدمره، وبيمشوا سكك كتيره غلط، وممكن يضيعوا مش بس شهور من عمرهم، ده ممكن يضيع سنين وهم ماشيين في التراك ده. وفي ناس ما بتقدرش توصل للاسف لحل، وبيتهم بيبوظ وحياتهم بتبوظ. فان شاء الله تلاقوا عندنا العلاج للمشكله دي. طيب خلينا نتكلم عن طرق العلاج الخاطئة. ايه هي طرق العلاج الخاطئة في مشكلة التشنج المهبلي؟ لان دي حاجة مشهورة قوي قوي. طيب ايه هي طرق العلاج الغلط اللي بتتوصف لبعض الناس؟ من ضمن المقترحات وطرق العلاج الغلط اللي هو يقول لك ايه، احنا هنحقن العضله دي خلاص، هم اوكي اعترفوا وقالوا انه في تشنج مهبلي، بس يقترح ان هو ايه، ان احنا هنعمل لك بوتوكس. تيجي يا عيني تعمل البوتوكس ولا الهوا يعني، ولا في اي نتيجه. ما احنا شرحنا في الاول ليه بقى يا دكتوره ما فيش نتيجه. مش البوتوكس ده رخى العضله؟ البوتوكس ده عباره عن ماده سامه. الماده دي بتعمل ايه؟ بتعمل شلل مؤقت. خلينا نقول شرح دقيق بقى وشرح علمي. ده عبارة عن سم بيعمل شلل مؤقت في العضلة. طيب يبقى ده معناه انه الميكانيزم اوف اكشن ان هو هيشل العضلة بتاعت المهبل. خلاص شلينا العضلة بتاعت المهبل يعني، وضعفنا عضلة المهبل. تمام، اول حاجة احنا اتفقنا ان المشكلة دي مشكلة في عضلات الحوض وعضلات المهبل. فيجي الزوج يحاول يعمل علاقة مع زوجته، يلاقي فيه مشكلة، يلاقي انه مفيش علاقة بتحصل، لان عضلات الحوض فيها تقلص، فشد عضلة المهبل بالرغم انك عملت لها شلل مؤقت. تمام، فالمشكلة ما اتحلتش، ف ما حليناش المشكلة بالبوتوكس. طب روح اعمل الجلسات. يبقى اصلا البوتوكس من الاساس ما هوش الحل الصح. يبقى خلينا نقول ان البوتوكس ما هوش الحل الصح. ليه؟ لا. طب ليه هو ما يقدرش يحقن، او اي حد ما يقدرش يحقن عضلات الحوض؟ هتتشل، مش هتعرف تمشي. لو حقن عضلات الحوض، ما هو ده احنا قلنا اتفقنا انه دي يعني ماده سامه، فلو هو حقن عضلات الحوض هتتشل. فهو كل اللي يقدر يحقنه عضلات المهبل، لان هي مش او عضله المهبل اللي هي بيبوك اوكسجينس ماسل، لان هي مش بتستخدمها في المشي ولا حاجه. بس ما بنحلش المشكله ان عضلات الحوض ستيل فيها تقلص شديد جدا، وتفضل المشكله زي ما هي. يبقى احنا عملنا البوتوكس وما حلناش المشكله. يبقى ده من المقترحات العلاجيه الخاطئه اللي بتتقال في مشكله التشنج المهبلي. يبقى اذا البوتوكس مش حل خلاص، بالاضافه طبعا ان هو مادة سامة، فطبعا بتفضلي فترة شهور مش صح ان احنا يحصل حمل، فبنعمل تأخير تاني لموضوع الحمل. الحاجة الثالثة اللي ممكن تحصل في مشكلة الحقن البوتوكس برضو، الحاجة الثالثة اللي ممكن تحصل في مشكلة حقن البوتوكس انه على المدى الطويل ممكن يحصل حاجة اسمها ستريس انكونتيننس. يعني ايه؟ تيجي مع الولادة بقى ومع السن وكده، وتيجي يعني تعطس تقوح، تلاقي نفسها ينزل منها نقطة بول. ما هو احنا في وقت من الاوقات شلينا العضله دي ورجعت اشتغلت تاني، فده بيأثر عليها بيخليها تبقى ضعيفه، ما تحسهاش في الاول لكن تحسها على المدى الطويل. يحصل حاجه اسمها ستريس انكونتيننس، تيجي تكح تعطس ينزل منها نقطه بول. خلاص، طيب دي من الحاجات الشائعه جدا اللي انا سمعتها وشفتها في حالات التشنج المهبلي وما جابتش نتيجه، وناس ضيعت وقت واهدرت وقت وفلوس وكل حاجه عشان تحل المشكله وفي الاخر ما اتحلتش. تاني حاجه من الحاجات الشائعه يقولوا لها هنعملك عمليه توسيع. فطبعا ندخل في مشكله تانيه اللي هي ايه بقى المشكله التانيه بعد ما عملنا عمليه التوسيع. طبعا ان هي الحجم او الكونتور بتاعها ضيق، او العضلات بتاعتها قويه والكونتور ضيق، دي ميزه فيها. تمام، دي ميزه بتزود الانتصاب عند الزوج اثناء العلاقه الزوجيه، وخصوصا كل ما الزوج بيكبر دي حاجه هتزود معاه الانتصاب وتزود الاحساس بالمتعه في العلاقه الزوجيه. فبتفقد الميزه دي وفي الاخر للاسف ما حليناش المشكله. طب ليه يا دكتور احنا وسعنا الدنيا؟ ما هي المشكله مش في ان احنا نوسع الدنيا،
احنا المشكلة مش في اننا ان احنا هنوسع الدنيا، لا، المشكلة في ان زي ما شرحنا ان العضلات هي اللي متشنجة، يبقى العضلات هي اللي فيها تقلص، يبقى انا ما عنديش مشكلة في الكونتور، يبقى انا ارخي العضلة واحافظ على الكونتور بتاعها زي ما هي، يبقى انا لا، العلاج ان انا هرخي العضلة واحافظ على الكونتور، تمام؟ ده الحل. هنكمل معاكم بقية العلاجات الخاطئة اللي يعني الناس بيضيعوا وقت فيها بعد إن شاء الله ما هناخد فاصل ونرجع لكم تاني. أوكي، ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل مشاهديني. هنكمل بقى طرق العلاج الخاطئة في التشنج المهبلي. احنا قلنا أول طريق غلط هنمشي فيه اللي هو طريق البوتوكس، عشان احنا قلنا ان احنا بنشل عضلة المهبل بس بس عضلات الخد لسه متقلصة، فالمشكلة بتاعتنا موجودة زي ما هي، ما حلناش المشكلة، تمام. تاني مشكلة قلناها اللي هي العملية اللي هي بتاعة توسيع المهبل. احنا قلنا ان احنا مش عايزين نوسع المهبل، احنا عايزين نحافظ على الكونتور بتاع المهبل بالعكس زي ما هو، ونرخي العضلات ونحافظ على الميزة اللي عند ايه اللي عند الزوجة دي، مش عايزين نفقدها، تمام. يبقى اذا المشكلة دي ما بتحل، يعني عملنا العملية المشكلة مش هتتحل، هيجيلي العينة تاني هتجيلي يا دكتور أنا عملت عملية ومحصلش، لأن العضلات هي المتشنجة، المشكلة مش في الكونتور، المشكلة مش في الحجم بتاع، يعني مش في الوسع بتاع المهبل أو في الضيق بتاع المهبل، المشكلة إن العضلات هي المتشنجة فقافلة الطريق. تالت حاجة برضو شفتها في العلاجات الخطأ اللي بتقعد تضيع علينا وقت كتير قوي على الفاضي وما بتجيبش نتيجة خالص، اللي هي إيه، حاجة اسمها الدايليتورز. دايليتورز العلاج ده بياخد وقت كتير قوي وبيضيع مننا تايم فظيع، الزوج بقى او الزوجة يعني يفضلوا في المشكلة دي شهور بقى لحد ما يبقوا بقى لهم سنتين تلاتة، يدوها حاجة اسمها دايليتورز. جسم يعني دايليتورز يعني موسعات تتحط جوه المهبل بتبقى بمقاسات مختلفة. يا جماعة ما هي لو هتقدر توصل للمقاس بتاع الزوج كانت دخلت زوجها على طول، يعني فهي عندها مشكلة في العضلات، فهي كده كده ما بتوصلش لآخر مقاس وكده كده ما بتتحلش الأزمة، وبنكون ضيعنا وقت كتير قوي على الفاضي. يبقى دي الثلاث حاجات الخاطئة، البوتوكس وعملية توسيع المهبل، والحاجة الثالثة الدايليتورز دي اللي هي استخدام الموسعات، لا هي مش بتقدر في الآخر توصل، وبيكتشفوا ان هم ضيعوا وقت على الفاضي وبتفضل المشكلة موجودة زي ما هي للأسف. طيب خلينا نقول ايه هو المطلوب من الزوج وايه اللي مطلوب من الزوجة اللي عندها تشنج مهبلي عشان نتجاوز الأزمة دي. المطلوب من الزوج في الأول نقوله لازم تفهم انه مراتك مش بتتدلع خالص خالص، هي عندها مشكلة حقيقية ومشكلة مرضية ومشكلة عضوية بسيطة جدا ان شاء الله، وهنشرح لكم دلوقتي طريقة الحل بتاعتها وطريقة العلاج بتاعتها. فانت المفروض تبقى سبورت ليها وتدعمها نفسيا وتقف جنبها لحد ما تحل المشكلة دي معاها، مش تبقى ضدها. يعني انا بقولك تفهم انها ما بتدلعش خالص خالص، احنا طبعا مدينا كل العذر على الوقت والاسترس اللي انت مريت بيه وكل حاجه، بس هي طالما مش بايديها يبقى خلاص، يبقى احنا نساعدها ونقف جنبها ونحاول نحافظ يعني ايه على الحياه اللي بيننا وعلى بيتنا، تمام. دي النصيحه اللي احنا دايما نقدمها للزوج، ان احنا الزوجه دي ما بتدلعش، الزوجه دي عندها مشكله، هي عايزه العلاقه تحصل بس هي مش عارفة تعمل ايه، عندها وجع وآلام فظيعة وخوف لانها اتوجعت كذا مرة في الاول فمش قادرة تكمل العلاقة. بالنسبة بقى للزوجة بنديها نصيحة دلوقتي، الحمد لله في حل وفي علاج، تمام، وزوجك هيقف جنبك ومتفهم كل حاجة. طيب بس خليني اقول ان التشنج المهبلي ده معاه مشكلة صغيرة قد كده، مشكلة الخوف اللي بتتولد نتيجة ان هي ايه اتوجعت مرة اتنين تلاتة فخلاص بقت خايفة بتزق مش عايزة متوترة رافضة كل حاجة، رافضة العلاج رافضة الزوج خايفة من كل حاجة. طيب خلينا نقول ان الخوف ده يعني طبيعي، ماشي، انا خدت حقنة ووجعتني لازم هخاف وده طبيعي جدا، محدش يا ستي هيقدر يلومك في انك خايفة، خلاص. طيب بس خليني اقولك ان الخوف درجات،
يعني ايه الخوف درجات؟ الخوف الطبيعي ان انا اخاف من حقنه وابقى خايفه اخدها، ده طبيعي لاني جربت الحقنه دي وطلع الدواء بتاعها تقيل جدا وبيوجع، فطبيعي ان انا كل ما هاجي هاخدها هحس بخوف. وفي فرق بقى الفوبيا، ان انا اوصل الخوف بتاعي لحاجه اسمها الفوبيا اللي هو تدخلي بقى في تراك المرض النفسي، فده يوصلك لايه بقى؟ الفوبيا دي هتوصلك لايه؟ ان انا عارفه ان الحقنه دي بتوجع بس وهرفض اخدها، هرفض اتعالج وهرفض اخف وهرفض يعني اعمل علاقه بقى بعد كده مع زوجي، هرفض كل حاجه لا. وبعدين الطريق بقى ده هيدخلنا في تراك العلاج النفسي ومده طويله قوي، وقد يكون وقد لا يكون، لانه في الاخر اتخاذ القرار ان انا هحسم الموضوع ده هيبقى مني كنسي، زي اللي داخل امتحان لو هو خاف خوف طبيعي هيسهر اكتر وهيعرف يعني هيهايبر شويه ان هو يخاف الخوف الطبيعي فهيخليه يسهر ويذاكر شويه، لكن لو خاف اكتر من اللزوم مش هيحل ولا كلمه. تمام؟ فاحنا مش عايزين ان الخوف بتاعنا يخرج من الاطار بتاع الخوف الطبيعي للفوبيا. حقك تخافي بس لازم تتحكمي في مشاعر الخوف اللي عندك دي عشان ما تتقلبش المشكلة النفسية تعوق العلاج. دي الحاجة الوحيدة 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 بس اللي ممكن تعوق العلاج، لكن غير كده طالما احنا متحكمين في نفسنا عايزين نتعالج سايبين نفسنا ان شاء الله يكون العلاج بتاعنا مضمون. طيب السؤال بقى اللي فاضل، ايه هل العلاج مضمون وايه هي طرق العلاج؟ العلاج ان شاء الله بتاعنا مضمون. ليه بقى؟ اي علاج بتعمليه بيتاخد ليه قياس يبقى ان شاء الله مضمون. تمام؟ ليه؟ لانه بارقام بيقيس قبل وبعد. احنا عندنا الجهاز اللي عندنا ده بيدينا بنعرف نقرا بيه قوة انقباض المهبل ايه، اللي هو قوة التشنج العضلي كانت قد ايه، والارتخاء العضلي بقى قد ايه. الجلسات عبارة عن 3 زيارات. تمام؟ بنعمل جلستين في اليوم. اول يوم كل مره بنبدا الجلسه الاولى بتبقى على الحوض في الـ3 مرات. اول مره دي بقى بيبقى عندنا فيها اكتر من هدف. الهدف الاولاني ان احنا نطمن ان العضله اللي مقفوله في الاول ومنع الطريق دي بعد ما رخينا الحوض انه حصل دخول للبروب بتاعنا بسهوله. تاني حاجه ان احنا ناخد قرايتين على الجهاز، يعني اي رقمين يقولوا لنا انه في انقباض وفي انبساط، مش فارق معايا الارقام ايه. هما في الاول بيتراوحوا من 60 ل 40، بعد كده بنقل واحده واحده. تاني مره بنوصل ل 20، المره اللي بعدها بنوصل ل 10. خلاص هي كده بقت العضله اللي هي اخر مره العضله كده بقت في الطبيعي جدا جدا العضله بتاعتها. بنعلمكم الوضع اللي يحصل منه العلاقة الزوجية، لأن مش كل الأوضاع بنقدر نبدأ بيها حياتنا في التشنج المهبلي. وبنعرفكم فترة التبويض لو احنا بنخطط لحمل، وإن شاء الله ربنا يساعدكم. كل سنة وانتم طيبين. وفاصل هنطلعه ونرجع لكم تاني نكمل بقية الحلقة مع دكتور أحمد.